حكم من يأخذ حقوق الناس من الديون ولا يسدد وإذا طالبوه خاصمهم وشتمهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. أموال الناس حرام على الإنسان، حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ أو يستدين من الناس ولا يسدد وهو يقدر على السداد، هذا ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الواجب ظلم، إلا عرضه وعقوبة. والواجب هو الغني، واللي معناه المماطلة،